مواصلة حجب الأعداد قرار اتخذته الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي في اختتام أعمال اجتماعها الذي انعقد اليوم. اتخذت قرار مواصلة حجب الأعداد بالنسبة للثلاث الأول والثاني والثالث، مع أن قيام بوقفات احتجاجية على مستوى الجهات تتوج بيوم غضب وطني قبل نهاية السنة الدراسية. مواصلة حجب الأعداد قرار اتخذته الهيئة بسبب ما وصفه الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي بتعامل وزارة التربية والحكومة باستخفاف مع مطالب القطاع. احنا ما زالت السنة الدراسية لم تنتهي بعد، ما زال المجال يعني للتفاوض متواصل، أيدينا ممدودة للتفاوض، نأمل أن وزارة التربية تتحرك وتقدم مقترحات ترتقي لانتظارات زملائنا حتى نجنب نهاية السنة الدراسية كل هذه التوترات. مجرد أن وزارة التربية تكون مستعدة أنها تتفاوض في مطالب القطاع ذات البعد المادي إذن وتقدم مقترحات إيجابية سينتفي سبب الحجب وستنتهي السنة الدراسية في ظروف عادية. لفت الشابي إلى أن وزارة التربية رفضت التفاوض في المطالب ذات البعد المادي وطلبت ترحيلها إلى سنة 24 و2000.